أزمة كبيرة بيواجهها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وده بسبب الدكتوراه الفخرية اللي أعلن عن إنه أخدها خلال الفترة اللي فاتت. الدكتوراه اللي طلعت من جامعة وهمية خلت سيد عبد الحفيظ في ورطة كبيرة، مش بس كده لكن كمان النيابة استدعته للتحقيق معاه. بس يا ترى ليه استدعته؟ وهل ممكن يكون بيواجه اتهامات؟ وهل هيوصل الموضوع إنه يتحبس؟ أنا ماريا مجدي، وكل ده هنعرفه في الفيديو اللي جاي. على مدار الأيام اللي فاتت كانت في حالة من الجدل بين جمهور الأهلي والزمالك، وده بسبب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد اللي أعلن عن إنه حصل على دكتوراه فخرية من أحد الجامعات اللي اتضح في النهاية إنها وهمية. سيد عبد الحفيظ أعلن عن إنه حصل على دكتوراه من جامعة ديلفورد الأمريكية، والخبر تم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا، لغاية لما بعض الأشخاص أظهروا إن الجامعة دي مشكوك في أمرها وفي الشهادات الأكاديمية اللي بتديها للناس، وتحول الموضوع إلى حالة من الجدل بين جمهور الزمالك اللي بيهاجم سيد عبد الحفيظ وإنه بيضلل الرأي العام بالإعلان عن شهادات من جامعة وهمية، وبين جمهور النادي الأهلي اللي بيدافع عن سيد عبد الحفيظ وإنه أكيد ما كانش يعرف الموضوع. لكن الأمر ما وقفش عند الحد ده، علشان يوصل للنيابة ويكون في تحقيقات حوالين الموضوع. محمد حامد سالم المحامي بالنقد قال في تصريحات عن إن جهات التحقيق في النيابة العامة استدعت سيد عبد الحفيظ، وده للتحقيق معاه في البلاغ اللي قدمه هو ضده بسبب الدكتوراه الفخرية اللي أعلن عن الحصول عليها. المحامي بالنقد قال إن سيد عبد الحفيظ بيواجه تهم كتير، منها تضليل الرأي العام ونشر أخبار كاذبة وانتحال صفة دكتور بالمخالفة للقانون، وده اللي ذكره في البلاغ اللي قدمه في النيابة. كمان المحامي قال إن البلاغ اتحول إلى نيابة استئناف القاهرة، وهي اللي بتحقق مع سيد عبد الحفيظ، لأن الشهادات الأكاديمية والدرجات اللي بيتم منحها في مصر بتكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لكن اللي حصل عليها سيد عبد الحفيظ من جامعة ديلفورد الأمريكية تعتبر زي الشهادات الوهمية والمزيفة، وده مخالف للقانون. مش بس كده، المحامي قال إن سيد عبد الحفيظ هو شخصية عامة ومدير الكرة بالنادي الأهلي، وكان عليه التحقق بشكل كبير قبل الإعلان عن الدكتوراه، لأن ده بمثابة الترويج لجامعة شهادتها غير حقيقية لأنها مش معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وإنه ممكن يكون مصيره الحبس في النهاية. الكلام ده أثار الجدل حوالين مستقبل سيد عبد الحفيظ، وهل ممكن يتحبس ولا لأ؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات، وقولولنا هل ممكن الاتهامات الموجهة لمدير الكرة بالنادي الأهلي تكون السبب في إنه يتحبس في النهاية، ولا هيقدر يخرج من الأزمة بسلام؟